السلام البنات، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي. معكم إيمان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا بزاف للناس اللي كيديروا لي جيم، شكرا بزاف للناس كيخليوا لي الكومونتير. مهم البنات، اليوم غنشارك معكم الروتين ديالي المسائي، ولكن ماشي كل نهار كندير نفس الشيء. العشاء كل نهار كنصايبوه جميع ولا تجفاف ولا تشطب مرة كل يومين، هكا كيفاش كندير. مهم البنات، اليوم غادي نشارك معكم كل شيء شترت وكل شيء اش صايبت واش ما صايبتش. دابا راه كنصايب في العشاء، اليوم درت غير السوب ديال الخضرة، حيت غادي نتعشى غير انا وبنتي، راجلي ما يتعشاش معنا، هذاك الشيء علاش درت غير السوب سهلة ودغيا دغيا. هاد بوشعكوك هذا اللي كيضر، ماشي الاشعار ديال الشامبوان ديال الطوس، هذيك راه بنتي مشاكة. مهم البنات، راه انا درت الفيديو وحطيته اونلاين وعاود حيدته، حيت لقيت واحد البلاصه كنبان فيها وانا دايره الزيف، وفي ديك البلاصه كنبان ما دايرهش الزيف. سمحوا لي البنات، داكشي علاش مسحته. ككل ميسا بنتي هذيك، قولوا لي بالصعد. المهم البنات، كنت تندخل وكنخرج في الهضره، ما عليناش. هاد هاد الحريره هادي، غادي الحريره نيت هاد الحريره يا سوب، غادي ندير فيها غير الخضره ولا كريم فريش، سهله وكتجي بنينه وخفيفه في العشاء. المهم البنات، راه كلشي كيعرف الطيب، بقاو معايا. انا هنايا راه غادي نكون ساليت وغادي نزيد عليها الماء. درت البطاطا، درت خيزو هو الاول، عاد البطاطا عاد فوق منها الكرعه، حيت الكرعه هي راكم عارفين البنات دغيا كطيب. هنايا راه كنقي من ورايا، كما كنسالي ديما في وقت ما سالي الطيب وكلشي راه كنجمع من ورايا. هنايا بغيت نخوي هاد الماكينه ديال الماعن، حيت يلاه سالات، باش نعمرها بالماعن ديال العشاء. البنات، هاد السوفا باش كتمسح شريتهم في ايكيا، شريتهم انا، شريتهم صراحة شريتهم ممكن ب 25 سنت هكاك ولا 35 سنت ما عقلتش. داك النهار مشيت لايكيا لقيتهم ب 45 سنت، قولي شي 5 دراهم هكاك في المغرب، رخاص ولكن زوين، كيمسحو مزيان. ولكن غير الا صبنتيهم كيتكمشو كيحشمو، وماشي معليش غير حنا كنمسحو بهم، ماشي بغيناهم للسواق ولا شي حاجه. اللي بغاتهم للسواق دير ليهم المصلوح. المهم البنات، انا يعني خدامه كنمسح، وغادي نخوي الماكينه ديالي ديال الماعن، كل حاجه كنمسحها كنرجعها لبلاصتها. ومن بعد فاش غادي نسالي، ما حدي كنتسنى العشاء ديالي كيطيب. انا ديما تنقولها لكم، ضروري كنصايب شي حاجه، كنقي شي بلاكار ولا كنمسح شي بلاصه في الكوزينه، بلاص ما نبقى جالسه كنلعب في التليفون ديالي وكنضيع غير الوقت في الخوال خاوي، تنضربوا عصفورين بحجر واحد. هنايا غادي نخوي هاد المجر اللي كندير فيه المعالق والماس وداكشي كامل اللي كنستعملو. كما كتعرفوا البنات، هاد المجر سبحان الله العظيم كتست فيه وكتحط فيه، وكتجي من بعد كتلقاي مجموعين فيه شي حوايج ما عرفتهمش منين تيجيو. هذاك الشيء دابا اللي كنلقى فيهم شي حوايج ما عرفتش منين جاو. بشويه اختي راه غادي تهرسي ليا المجر بشويه، شنو تعرفيش تحلي انتي، خدمتي دابا عقلك على سلامتك. هاد خيتي هادي تهرس ليا المجر ديالي. كنضحك معكم البنات، راني حمقه شويه مره مره. المهم ما عليناش، هنايا هاد الليله نجيت البنات ما عجبونيش ديال اكشن، كنت شاركتهم معكم في المشتريات ديالي، ما عجبونيش. كينشفوا دغيا وعجبوني احسن منهم، هادوك ديال ليدل صغيرين ماشي كبار، هادوك ديال ليدل كبار ما بيناتهمش بزاف، يمكن بيناتهم شي 10 سنت ولا 20 سنت بحال هكا، ما بيناتهمش بزاف ولا 5 كاع. من الاحسن ناخذ شي حاجه اللي مرتاحه فيها. المهم البنات، غادي نمسحها غير بعدا كما كنقول لكم، فاش كتكوني كل خطره كل اسبوع كل 15 يوم ولا كل شهر كتمسحي الكوزينه ومتبعاها زعما بالنقره، ديما كتكون الكوزينه ديالك نقيه. انا مسحتها غير بعد دوك اللي نجيت ودوزت عليها بهاد الورق ديال المطبخ باش نشفى. ودابا نعاود نستف عاوتاني، راه كما كتشوفوا دورتها من الجهه الاخرى، عاوتاني نستفو كيما بغينا. هاد الشقور هذا خص ليه رسبي شي راس ديال شي واحد.
هذيك الجهه درت فيها هذوك الماس الكبار ديال نقطع اللحم وهذاك الشيء، وهذا درت فيها غير الماس باش كنقطع الخضره ولا شي حاجه خفيفه. راه نتوما ممكن كتشوفوا معايا انا خدامه كنجمع وكل حاجه كنستفها كنحطها في بلاصتها، واللي ما بغيتهاش ولا اللي ما كنستعملهاش بزاف 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 غادي نحيدها من هذا المشروع غنحطها في بلاصه واحده اخرى. غادي تشوفوا كل شيء بعينيكم. البنات من الاحسن يا ريت ديروا بحال هكا، غادي ينفعكم. مره مره تبقاو تنقيو، مره مره تجمعوا وتحيدوا عليكم. اما الا جيتي تجمعي الكوزينه واحد النهار غادي تحماقي وغادي تعياي. المهم البنات كل واحد كيشوف اش اللي مخرجو، ولكن انا نصيحه وصافي من وزاره الصحه. المهم البنات ما نوريكمش كلشي. المهم راه بنت استفدت كل حاجه، رجعتها لبلاصتها مقاده. هنايا غادي نحيد الماعن فاش طيبت وفاش كلشي هادشي غنحيدو من فوق البوطاجي. هنايا هادوك الماعن مسحتهم ورجعتهم لبلاصتهم، هذيك البلاصه فين بان ليا الوجه ديالي، داكشي علاش حيد داك الفيديو، حيد زعما داك المرصوف كامل. هنايا كما ساليت وكل حاجه رجعتها لبلاصتها، كنمسح البوطاجي ديالي باش الا بغيت بحال هكا نلقى البلاصه نقيه. هنايا راه غادي نطحن كلشي الخضره ديالي. البنات هاد الماكينه هادي باش كنطحن كنت شريتها في اكشن وكتها ب 20 اورو وجربتها، قلت يا يذبحها يا ربحها، ولكن الصراحه صدقت واعره كطحن ليا مزيان احسن من واحد الماكينه كنت شريتها في بلوكا ما كطحنش ليا مزيان. هادي احسن منها كطحن ليا كلشي غير يردوا مع البال مع هذا الكاس الفوقاني. انا واحد ماشي تهرس لي، تهرسوا لي دوك العوينات ديالو باش كيخدمها، ولكن باقي عندي واحد الكاس حيت يمكن كيعطيو لك فيها ثلاثه الكيسان وجوج دريوس باش كيطحنوا، ولكن كطحنوا غزال البنات. المهم انا هنايا كلشي طحنته، غادي ندير لا كريم فريش. هذه يمكن فيها 250 ام ال ولا 200 ما عقلتش. غادي ندير شويه الملحه وشويه ديال البصل وشويه ديال سميتو شويه ديال الثومه باودر كتنسم الحريره. ومره مره البنات بقاو تدوقوا دوقوا نتوما. انا يمكن سكنجبير هذاك اللي زدت شويه ديال سكنجبير. البنات نتوما كطيبوا نتوما كتدوقوا، زدت شويه حتى زي زيت العود عاد شعلت عليها. دابا نبدا نخلط فيها. البنات الا بغيتو ندير لكم شي فيديوهات ولا شي حاجه خليو لي الافكار، اللي بغات شي حاجه، اللي بغات تعرف شي حاجه، ولا اللي بغاو شي حاجه. راه واحد البنت كانت خلات لي بغات تشوف بلاصه فين كنستف الماكياج ديالي وكلشي لي برودوي اللي كنستعمل. هذاك الفيديو غادي نديرو ان شاء الله، كلشي هذاك الشيء كنقيدو عندي في واحد لاجوندا. ومدام ريم قالت لي، مدام ريم هذه صاحبة اختي، قالت لي بغات دير، قالت لي ندير لها روم تور، ماشي روم تور يا ربي، الصالون، الصالون ديالي، ندير لها جوله في الصالون ديالي. هو صايبت الفيديو، خصني غنمونطي مازال. البنات راه كيجي شويه صعيب الحال مع بنتي وتاع فيديوهات، مازال زعما ما شديتش مزيان. كما كتشوفوا هنايا البنات كنسالي، كنمسح الماكينه، كنمسح اي حاجه تخدم، كنعاود نرشعها لبلاصتها نقيه، كتبقى كلشي نقي كلشي مقاد، ما كيخدم لك البنات حتى شي حاجه. جوج ثواني نص ثانيه نص ثانيه ما يمكنش، كيخليك نص دقيقه ولا دقيقه كتحيدي عليك الوسخ وكتحيدي عليك الخدمه بزاف البنات. المهم انا هذه هي الطريقه ديالي ومرتاحه فيها. كما كنقول لكم الكوزينه ديما نقيه، كلشي مستف كلشي في بلاصتو. بغيت نقول لكم شي حاجه ونسيت، صافي والله العظيم. هنايا صافي ساليت، ها هي الحريره ديالي راه وجدات. غادي نمشي نحطها في الطبله انا وبنتي. هذاك الخبز درت ليه غير الفرماج، درت فيه غير الفرماج مخلطه فيه الثومه و قزبر معدنوس. هنايا راه كنوريكم باقي ليا غير نشفف كلشي جمعته والصالون نجمعها ونمسح هذا الكرسي ديال بنتي حيت كلات فيه. هادي راه
هنايا طلعتها الفوق حطيتها تنعس 8:15، حطيتها تنعس وهبطت لتحت باش نكمل نجمع عليها هاد الروينه كلشي ونجلس نستمتع بالمساء ديالي. هنايا البنات هاد الكرسي كان مشحو غير بلانشيت بعدا حيت منو هاديك الحريره وكلشي، عاد غادي نديه للكوزينه نغسلو ندوز عليه التيد ونمسحو هكا بالتيد حيت كتاكل فيه بنتي بعض الخطرات باستا ولا كتاكل فيه الخبز ولا سميتو ما عليناش. هنايا البنات مدرج سبيراتور ما فيهاش اللي يدير سبيراتور، درت غير الشطابه حيت ما موسخاش عندي الدار بزاف، بنتي هداها الله ما وسخاتش لي هذاك النهار بزاف. هنايا غير كنشطب دغيا دغيا، الزربيه هذه اللي كاينه هنا في الصالون عندي مغربي درتها بديك الشطابه ديال السرواجي دابا تبان لكم. بالنسبه لهاد الورقه البنات انا ديما كنحطها كنكتب فيها اش خصني كلشي ندير بحال دابا في العشيه ولا اش خصني ندير في الصباح ولا ديك الساعه اللي خصصت بحال دابا ديك الساعه ونص اللي كتنعس فيها بنتي في العشيه اش غادي ندير فيها، كنكتب في ورقه حيت ديما الله يرحمها جده كتقول لي جوج حوايج ما كينساوش، ستيلو والورقه ما تنساوش، ديما كتكتبي كتعقلي حيت راه العقل كيمشي وبزاف الا عندك الدراري صغار. انا عندي غير وحده وص تبارك الله عليها ما كتمشي تنعس حتى كتقلب ليا الراس ديالي. المهم هذه المهنه ديالي، نهار ولدت كنجمع مورا بنتي، هي الصراحه مره مره كتجمع معايا غير انا بعد الخطط كنقولها صافي غير سيري تنعسي انا غادي نجمع، ولكن في العمر ديالها ما حيت يلاه قربت دير عامين يمكن مازال ما خصني نقولها تجمعوا هكا. البنات امهات اللي كت اللي عندها شي تجربه اللي كتعرف شي حاجه بحال هكا تشارك معايا، باش حتى انا هذه اول بنت عندي ماشي زعما خبيره في الاطفال، اول بنت عندي كان زعما كنستافد من التجارب ديال اختي، ولكن من الاحسن حتى التجارب ديال الناس مزيانه، كل واحد كيستافد من شي واحد اخر ماشي غير واحد الانسان. زعما بغيت شحال من بنت تقول لي كيفاش كدير وكيفاش هكا باش كتكوني واحد الفكره. بزاف الا عندك اول طفل ما كتكونيش تعرفي كيفاش تصرفي معاه. انا البنات انا غير كنجمع كنرجع كل حاجه لبلاصتها حيت هادشي غدا عاوتاني كلشي غادي تروون، غير انا هكا كيعجبني نحط لها كل حاجه في بلاصتها حيت عارفه غدا غادي تمشي تلعب بهم. ولكن هكا يعجبني نستفهم ليها باش تفيق في الصباح تلقاهم. هنايا هادي غادي نجي لسميتها، هنايا دابا غادي ندير الشطابه ديال السيراجي كما شفت البنات ما مسحتش الغبره حيت الدار نقيه، غير هذا الروتين ديال كل نهار. شوفي بعدا خصني كان عليا نتفرج في الفيديو باش نشوف هذيك اللعبه وخليتها تما هاد البلاصه هاد هنايا فين دابا حطيت الكاميرا ديال بنتي وهاد الكاشه تما، ما غاديش نقدو زعما مزيان مزيان بيرفكت حيت غادي نجي نجلس فيه باش نتفرج في التلفازه ولا نتفرج في يوتيوب. ها هي شطبتي سيرواجي شحال ضحكوا عليا فاميلتي فاش شريتها في السوق في اكادير في المغرب تضحكوا عليا، ولكن انا كتعجبني دغيا دغيا بحال هكا الا ما مروش عليك ما كاينش علاش جبتي ديك سبيراتور ديك تي هر 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 بحال هكا ساهل ماهل. هنا هذه كنت للاسف انا شريتها من المغرب حيت ما كنتش لقيتها هنايا في هولندا، ولكن فاش مشيت واحد النهار كندور في كادولاند كاين في عندنا هنايا في انتهوفن لقيتها فيه. هنايا البنات راه كل حاجه غادي نشطبها، هاد الشطابه كنت شريتها عند شي عرب، هذيك البالا ديالها باش كتجمع الزبل الله يخليها سلعه ما تعرف ما تجمع حتى شي حاجه. كما كتشوفوا البنات انا هنايا راه ماشي كندير شي جميعه نيت نيت، هذا راه غير كنمسح على وجهه. من بعد فاش غادي نسالي الشطاب غادي نمشي نجفف، وما غاديش نوريكم راسي كنجفف حيت غادي يكون الفيديو طويل على والو، هذاك الشيء علاش ما وريت لكمش. وهانتوما غتشوفوا البنات شحال وانا مدبسه، اللي لقات بحال هذا البنات هادي ما تشريهاش، مرضاتني وندمت على شريتها كاع ما كنستعملهاش بزاف. شوف شحال من خطره وانا كنشطب باش نطلع فيها الزبل، يلا 70,000 خطرة. المهم البنات هنايا فاش ساليت كلشي غادي نجمع الزبل حشاكم ديال النهار وغادي نخرجو غادي غير اليوم غندير الخنشة كبيرة جديدة غير اليوم. البنات الى بغيتو ندير لكم تو في الكوزينة
تسنوا لي واحد شوي حيت باقي كنصيف فيها شي حوايج. انتما كتشوفوا راه التسعود هادي 40 دقيقه نقيت فيها كلشي، جمعت فيها كلشي، الدار ديالي نقيه مستعده لنهار اخر. البنات هاد الفطه هادي راه كديرها المشى ديالي حيت كاين الشتا في الزنقه، ومشى ديالي كتعرف تتمشى فوق منها، انا وياها مفاهمين باش تبقى جالسه معايا في الدار خصها تمشى فوق منها باش تمسح رجليها. هاد النهار هو فاش كنت صايب تيغاميسو، المهم البنات تيغاميسو جا بنين، انا حطيتو كان صايبت اتاي وغادي نجلس نتفرج دابا في التلفازه، غادي نتفرج في نتفليكس، كنخرج شي موفي جديد داكشي علاش بغيت نتفرج فيه. المهم سنا اختي الا كدوزي من هنا شكرا لك بزاف اللي كتخلص لنا نتفليكس. المهم البنات هذه غير نكته بيني وبين اختي. مهم البنات شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وما تنسوش تديروا لي جيم وتشتركوا في القناة، وبسلام عليكم حتى المرة أخرى. باي باي.